عندما يتلقى العدوان ضربات موجعة في جبهات القتال يلجأ إلى صب جام حقده على البنى التحتية كما في جزيرة كمران في محافظة الحديدة، والذي دمر فيها العدوان محطة تحلية للمياه وخزانات حصاد الأمطار ليحرم السكان من المياه الصالحة للشرب. متابعة. وسبل الحياة وتهجير السكان، ذلك ما يرمي إليه العدوان من خلال قصفه المتواصل على جزيرة كمران في محافظة الحديدة وتدميره الممنهج للبنى التحتية، والتي كان آخرها تدمير محطة تحلية المياه كليا بعد أن دمر خزانات حصاد مياه الأمطار بغارات جوية، لتتفاقم معاناة السكان في إيجاد مصدر بديل للمياه الصالحة للشرب. تم المواطنين عليها فترة من الزمن حتى جاء العدوان وقام بضرب هذه المحطة، وأصبح المواطنين الآن يعني يصعب الحصول على المياه الصالحة للشرب. الآن نحن نعاني من الماء، ونعاني من الكهرباء، ونعاني من حاجات أخرى كثيرة. الماء ما مشي معي حالي عندني. أبناء جزيرة كمران يجسدون أروع صورة التضحية والصمود، فمنذ العام 2011 توقفت المشاريع التنموية التي كانت تنجز بوتيرة عالية حتى توصيل المياه عبر الخزان العائم توقف، لتبقى محطة تحلية المياه وخزانات الأمطار وسيلة الحصول على مياه الشرب، لكن العدوان أبى إلا أن يدمرها في استهداف مباشر لحياة السكان المدنيين. ما حصل لا مياه، لا كهرباء، لا اي شيء، ونضل اوفياء للوطن مخلصين لحتى ضد العدوان. سكان الجزيرة يعيشون الامرين، فهم محاصرون بمياه البحر ومحاصرون من العدوان، فلا ماء ولا كهرباء، بالاضافة الى النقص الحاد في الغذاء، فهم بحاجة الى لفتة كريمة من الجهات المعنية ورجال الخير والاحسان لنجدتهم، ليواصلوا صمودهم في وطنهم وجزيرتهم التي لن يتخلوا عنها، ولن يتمكن العدوان من تنفيذ مخططاته طالما وهناك من يحس بمعاناتهم ويقف إلى جانبهم. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم.